عيون الأخبار. نتيجة سقوط برميل متفجر من قبل كتائب الأسد مما خلف دمارا هائلا وبقوع ضحايا وجرحى، والأهالي في حالة هلع يحاول إنقاذ من تبقى من تحت الأنقاض. 22/2/2014. يسار جيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هاي جسمها؟ ايه هذيك والله واضحة كذا. الله أكبر العزة بالله ممنوع من المبالاة في جيبه. مبنى العلم بعد التفجير. شوف الأطفال اللي جينا بتصلوا النساء بدهم ياخذوا البيوت الله. I
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هون الموجودين المجاهدين موجودين بحلب القديمة. خلال العشر أيام الماضية صار معنا اشتباكات كثيرة مع النظام، وتمكننا من حفر نفق ما يقارب 75 إلى 80 متر لمقر عمليات اللي هو متواجد مقر العمليات بالكارتون، مقر الضباطن. والحمد لله رب العالمين نسفنا واعترافات قتلاهن بالجملة. وبعدين أثر علينا، صار يضغط علينا من طرف كراج السفاحية في مبنى يسمى مبنى العلم، كمان متواجد فيه كمان مجموعات كبيرة. والحمد لله رب العالمين كمان حفرنا له نفق تحته وفجرنا وقتلان كتيرة. والقتلة اللي طارت بالهواء واللي اجت لعنا مكتوب على بدلاتها جماعة الحزب اللي هن متواجدين كانوا هون. والحمد لله رب العالمين قمنا باقتحام للمدرسة الخسروفية وسيطرنا عليها، والنهار الثاني قمنا باقتحام على الجامع الخسروفية الشرعية الخسروفية اللي هو معروف. والحمد لله رب العالمين الله أكرمنا وقتلنا ما يقارب 50 عسكري خلال هالعشرة أيام. يعني وصل قتل النظام ما يقارب باعترافاته فوق 150 أكيد هاي. وأهم نقطة نحن اللي اشتغلنا عليها أنه نسيطر على درج القلعة، نقنص درج القلعة. أي تحرك للنظام باتجاه قلعة حلب إن شاء الله صار تحت السيطرة. ومبارحة بالليل، ليلة مبارح، الشباب تمكنوا من ضرب بكاب دوش كاب يقاذف أربجية، والحمد لله تم حرقه هذا البارحة ليلا. ومنوعد النظام الخيام الموجودة هنا في هذا المكان إثر التفجير الذي حصل البارحة. انظروا يا ناس ماذا بقي من هذه الخيام، بقايا السيارة المبصقة أيضا. هذه بقايا السيارة المفخخة التي فجرت داخل معبر مخيم السلامي، وهذا ما توقع من الخيام الموجودة المدنية. ومعظم هؤلاء الناس الموجودون داخل الخيام الآن هم في مشافي التركية في كلس وعنتاب وباقي المشافي الموجودة في تركيا. الناس الآن تستعد للرحيل، لكن إلى أين؟ الله أعلم. إلى المجهول. الله أكبر الله أكبر، طيران ميج يحلق فوق سبع قلعات حصن. الله أكبر، قصف بطيران الميج على قلعات حصن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حبس قلعات الحصن، قصف بطيران الميج على المدينة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حبس قلعات الحصن.
قصف الطيران الميج على مدينة. الله أكبر الله أكبر، 5 قلعات حصن، استهداف المدينة بطيران ميج. الله أكبر الله أكبر، شاهدوا يا عرب قصف الطيران الميج على قلعة حصن. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مدينة إنخل. الله أكبر، براميل الموت على مدينة إنخل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مدينة إنخل برميلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قديش شهر؟ قديش شهر؟ 22 22 واحد 22 2 2014. عيون الأخبار.